ما زلنا معكم في مهرجان دبي، ما زلنا على الريد كاربت. وصلوا كل النجوم، تلألأوا بأجمل الأزياء وأحلى إطلالة شفتوها النهاردة على مهرجان دبي. ونكمل كلامنا اللي ما كملناهوش، لان انا ما ينفعش كده اتكلم مع هند كلمتين كده. هند دي المهرجانات والذكريات، وحضرت معاها كل البدايات، وحضرت معاها كل النجاحات، وحضرت معاها كل البطولات وكل حاجه حلوه. ربنا ما يحرمنا من بعض ابدا يا رب. يا وش السعد انت دايما بقولها. انا بشوفك مشرقه دايما في كل مهرجان، وصوره مشرفه بجد، وبقولها وحتى الشباب اللي جايين، البنات الاجيال الجديده، بقول لهم عايزاكم تتعلموا من هند صبري يعني ايه مهرجان. بتكسفيني مش عارفه. قلتي يمكن عشان وانت عندك 9 سنين كنت صغيره، فمتعوده على فاهمه يعني ايه مهرجان، فاهمه يعني ايه ندوات، يعني ايه تحضري، يعني ايه ريد كاربت، يعني ايه تقفي تتكلمي مع الضيوف، يعني ايه تناقشي، يعني ايه لجنه التحكيم. طبعا طبعا ده مهم. وانا سعيده انه الواحد بنى كمان صداقه مع المهرجانات، مع المؤسسي المهرجانات، والنهارده يعني مش بس مثلا يقولوا يعني كممثله موجوده، بس كمان النهارده انا موجوده كعضوه لجنه التحكيم في الاي دبليو سي اووردز، وده مهم جدا لانها لجنه التحكيم بتدي دعم للسيناريوهات، فانهم يثقوا فيكي ان انت تدي دعم للسيناريوهات خليجيه، دي حاجه بالنسبه لي مشرفه. تشرفنا كلنا ان في ان الممثلات النهارده ممكن تقعد وتدي رايها ويدوها الثقه دي، لانه مش سهل انهم انك تكسبي ثقه المهرجانات الكبرى. اكيد. وانت مش بس المهرجان ده، كل مهرجان كنت في اكتر من مهرجان عضو لجنه التحكيم، ولكن النهارده المسؤوليه اكبر. هي كل مره المسؤوليه بتبقى اكبر، بس المره دي طبعا لان السيناريوهات الخليجيه مهمه جدا للمنطقه، مهمه جدا لمهرجان دبي. صحيح، خاصه الستات. انت عارفه ربنا انت عارفه انا بحب الستات قد ايه. ربنا يقويك يا هند، هسيبك تسعدي بالمهرجان، وهكون معاكي في الختام تقولي لي النتائج. طبعا انا هغششك بكره. هي دي هند صبري ملكه المهرجان. حبيبتي يا فوزي. والتألق وأحلى النجوم على الريد كاربت ومهرجان دبي إلهام شاهين. كنت أتمنى أن يوم للستات يكون خلص ويكون مشارك في مهرجان دبي، لكن إن شاء الله هنكون معاه، وأكيد أكيد أكيد في مهرجان كان، ومفيش حجة بقى. يا رب ادعولي إن شاء الله. هو خلاص في يعني مرحلة التجهيز، ويا رب ان شاء الله على مهرجان كان. طبعا لو خدوها يبقى حاجه حلوه للسينما المصريه. يعني النهارده احتفاليات كتير، اولا تكريم عزه العلايلي، وده يعني انا بحس ان عظيم في حد ذاته، يعني ده من اكتر الاشياء اللي مخلياني مبسوطه وانا جاي المهرجان. استاذ عزه العلايلي طبعا نجم مصري وعربي عظيم وكبير، وقدم اعمال يعني تؤرخ في تاريخ السينما المصريه، وكل حبنا واحترامنا ليه. وطبعا احنا النهارده جايين نقول له الف الف مبروك، تستاهل كل التكريم، وكل المصريين جايين يحتفلوا بيك، مش مصريين بس، من كل الامه العربيه. يعني طبعا في فيلمين مصري مشاركين، فيلم لمنى شلبي وهلا خليل، وفيلم ماجد الكدواني وهنا الشيحه محمد خان. يعني السينما المصريه افلامها الحلوه موجوده، وده بيفرحك. انا عارفه لما بتحسي بتروحي مهرجان تلاقيش افلام مصريه، بتبقي مقهوره، لكن بتلاقي افلام حلوه ومخرجين لا، هو لو المهرجان ما فيهوش افلام مصريه مش هروحه. مش بروحه وما الاقيش، ما ينفعش، وخصوصا لما نبقى في مهرجان في بلد عربي، ما ينفعش ما تبقاش موجوده السينما المصريه. والحقيقه عمرها ما حصلت، يعني دايما احنا متواجدين. وانا اخر مره كنت موجوده هنا في مهرجان دبي، كنا مع بعض، كان ب1-0، والفيلم اخذ جايزتين، وكنت سعيده طبعا ان فيلمي بياخد جايزتين، كان شيء جميل. ودايما كده تبقى السينما المصريه مشرفه لينا في كل المهرجانات الدوليه. مهرجان دبي الهام حضرته كتير، من دوراته الاولى لنصه لدلوقتي 12 سنه، بتشوفيه ازاي وهو يمكن دلوقتي بقى متربع على عرش المهرجانات العربيه، لانه مش هو مهرجان ريد كاربت وعرض افلام ونجوم بتيجي تمشي، ولكن بقى ليه هدف،
ما كانش فيه سينما إماراتية خلق أفلام إماراتية، ما كانش فيه سينما سعودية. النهاردة مشارك فيه أكتر من 5 أفلام من السعودية، بيدي دعم، بينتج، بيساعد الشباب، أفلام تسجيلية. من هنا خرج اللي بيعملوا أفلام تسجيلية وأفلام روائية صغيرة، بقوا مخرجين كبار على بيعملوا أفلام طويلة. فأنتي شايفة الهدف الأساسي اللي هو اللي بيعجب إلهام شاهين؟ شايفة إنه أفاد السينما العربية جدا. يعني إحنا كان موجودة السينما المصرية فقط، وبعدين بقى في السينما السورية والسينما اللبنانية، وشوية شوية بدأ يبقى موجود في كل أنحاء الوطن العربي. أنا سعيدة أن يبقى في سينما خليجية طالعة من الخليج، وخصوصا من البلد اللي بحبها الإمارات. أنت عارفة حبي للإمارات، وكلنا المصريين عندنا حب خاص لدولة الإمارات. إلهام، الدراما بتقولك وحشتيني. والله في اكتر من حاجة السنة دي يا فوسي، لسه بستقر فيهم. حاجة قلبت الدنيا اول ما نزلوا خبر ان في ليالي الحلمية، وهيبقى فينا موجود نجوم ليالي الحلمية، ودي عاملة، عارفة، عاملة دوشة جامدة جدا في الاوسط. كنت تعملي ايه دلوقتي؟ ولي انا اتكلمت مع المثلث. اي مثلث؟ الاثنين، المخرج والمؤلف طبعا. شوفي، انا الحكايه بالنسبه لي لغايه لما اقرا واشوف هل ده فعلا شيء يليق باسم ليالي الحلميه. بس انا الحقيقه عندي ثقه. انا اتكلمت مع ايمن بهجت قمر، وهو قال لي هم عاملين تيم ورك، هو عمرو محمود ياسين، وسمعت الافكار اللي في دماغهم، وحاسه ان هم ممكن يعملوا حاجه كويسه. ومجدي ابو عميره مخرج كبير ومحترم، وعارفه يعني نفس الجيل اللي يعني متخيله اكتر حد ممكن بعد اسماعيل عبد الحافظ ممكن يقدم ليالي الحلميه. فاحنا مش عايزين نصادر مقدما، نستنى لما نشوف ايه اللي اتكتب وهل يليق باسم ليالي الحلميه، ولا ممكن يبقى مسلسل قائم بذاته باسم تاني مثلا. يعني فلسه قدامنا شويه وقت عشان نحكم، لكن اتمنى انه يطلع عمل جميل، واتمنى ان انا ارجع ليالي الحلميه. لان زهره وحشتني، زهره وعلي البدري، الشخصيات دي، وعادل البدري اخويا هشام. طبعا هيبقى في ممدوح عبد العليم وهشام سليم، وهتبقى الام صفيه العامري برضو نازك السلحدار. ف بتوقع انه ممكن يبقى حاجه كويسه ان شاء الله. الهام، انا بشكرك، وعايزه طبعا المصور ياخد الفستان، والفستان انا والهام لابسين من عند هويده بريدي، وانا بحييها وبقول لها هويده احنا بندعمك وبندعم سوريا كلها، سوريا في القلب. هي عايشه في الامارات ولكن هي في الاصل سوريه، وكل الحب لاهل سوريا وهويده البريدي، والفستان مرفعك وعامله. طبعا انا بشكرها، وبحب قوي الديزاين عموما بتاع هويده بريدي، لان انا كنت لابسه برضو في مهرجان القاهره فستان من عند هويده، والنهارده في مهرجان دبي فستان من عند هويده بريدي. انا بحييها، وعندها ذوق جميل الحقيقه، بتعرف تفهم كل واحد ايه اللي يليق عليه وايه المناسب. يعرف ان انا بحب الاسود فتعمل لي الاسود، عارفه بوسي بتحب الشوهات، الشوهات فبتعمل لك الشوهات. فهي فعلا مميزه، وانا طبعا بقول لها انا بحبك وبحب سوريا وبحب كل اهل سوريا، وهم عارفين ان هم في قلوبنا. وان شاء الله يا رب 2016 سوريا ترجع، وترجع تاني بقوتها، ومع الوقت ان شاء الله ترجع احسن مما كانت باذن الله. وزي ما قلت ان اهم حاجه على الريد كاربت الازياء والميك اب والشعر، الناس بتهتم جدا. بنشوف نجوم بتتلألأ من اللي بيعملوا الفساتين الحلوه، الفاشن ديزاينر. وطبعا هي كالعاده هي نجمه، وهي نجمه مهرجان دبي دايما، هويده بريدي. بنشوف كل نجوم العرب بيلبسوا حاجات جميله جدا منها، وانا النهارده والهام شاهين وميساء مغربي كلنا لابسين من عندها. بحييكي وبقول لك منورة المهرجان. حبيبتي ثانك يو، انتوا اللي منورينا دبي. نحن بنستنى المهرجان دبي، غير انه بنحبه، بس بنحب الضيوف اللي جايين من مصر. يعني اسمك مرتبط بمهرجان دبي على طول. حبيبتي حبيبتي، اهلا وسهلا فيكم بدبي، وعن جد بتنوروا دبي. بنعيش اسبوع حلو بس لانه بنشوفكم كل يوم. فايدة المهرجان ده ليكوا انتوا ايه؟ يعني في اسماء بتطلع السابع سما، وفي اسماء البوليس بيقفشها ويقول لك فستان، اسوأ فستان واوحش فستان بيقضي عليها طول السنة. فانت بتشوفي المهرجان ده ازاي بالنسبة لك؟ بالنسبة لإلي الريد كاربت هي مثل اثبات وجود، فينا نقول اثبات انه نحن عم ستيل هير. يعني كل سنة من حسب المصمم لازم الريد كاربت امتحان لإله لجديده.
انه شو عندك شيء جديد. اذا ما عنده شيء جديد فبيكون كانه سنه مرقت عليه وهو بعده ما مشي. فهو هي هي الريد كاربت انا بالنسبه لإلي. بالنسبه لباقي العالم ما بعرف يعني ما بحس كثير يعني بيهتموا بس ما نون قارينا صح، يعني ما بيعرفوا انه لازم يقدموا الجديد، لازم يكونوا جريئين، لازم هي هي بتفرق من مصمم لمصمم. انا بالنسبه لإلي اثبات وجود وتجدد. بتحضري له كل سنه ولا انت بيبقى عندك الفاشن شو بتاعك فبيبقى؟ لا بحضر انا في فساتين بعرف انه هي فساتين ريد كاربت. هي يعني انت عمل ده مخصوص ريد كاربت لبوسي؟ طبعا لبوسي، هذا فستان لبوسي. حبيبه قلبي بشكرك وسعيده بوجودك ودايما متالقه على ريد كاربت مهرجان. هويدا بريدي من اهم مصممين الخليج والوطن العربي، ولكن هي في الاصل سورية، فانا بدعم النهارده سوريا من خلال هويدا. حبيبتي تسلمي لي، وان شاء الله قريب كثير حكون عندكم بمصر، وانا متمنيه اني اكون هلا من جديد بمصر. وقبل زحمة الصيف لازم نجتمع كلنا في مهرجان دبي، وقبل زحمة الصيف فيلم لمحمد خان بطولة أحمد داوود وهنا شيحة، مجموعة كبيرة من النجوم بيشارك في المسابقة الرسمية، هنكون معاهم بكرة على الريد كاربت، ولكن احنا دلوقتي في حفلة الافتتاح وريد كاربت جديد مهرجان دبي، ونجوم بنحبها وبنسعد بيها ونجوم شباب، وده اللي انا بنبسط منه ان انا اشوف الشباب موجودين في المهرجانات، لان دايما بنناديلكم في القنوات ونقول تعالوا علشان تكملوا المسيره. انا مبسوط ان الفيلم مشارك في مهرجان دبي، وفيلم كبير للاستاذ محمد خان، هنا شيحه وماجد الكدواني وهاني المتناوي ولنا مشتاق، كاتباه غاده شهبندر واستاذ خان الفكره ونوره الشيخ مشاركه في السيناريو. فيا رب ان شاء الله بكره يعني يبقى اول عرض ليه يبقى الناس تحبه ان شاء الله. يمكن كان سجن النساء مش سجن ليك قد ما هو بوابه فتحتك للعالم كله، وبدات تنطلق سينمائيا وتلفزيونيا. شايف الفيلم ده هيبقى برضو انطلاقه جديده ليك، فتحه خير جديده؟ اتمنى، يعني انا دايما كل مشروع بتعامل معاه ان بعمل على قد ما اقدر في الوقت اللي بيجي لي في المشروع، والحاجات دي بقى انت عارفه بيبقى محتاجه توفيق شويه. سجن النساء طبعا تجربه بعتز بيها، لان انا حياتي قبل سجن النساء غير حياتي بعد سجن النساء، والفضل في ده في كل حاجه الحقيقه، في نوعيه الادوار اللي الناس شافتني فيها، وده يرجع لكامل ابو ذكر المخرجه ان هي قد ايه جريئه ان تجيب حد دايما مش متوقع وتخليه يعمل دور بعيد تماما عن شخصيته. فكامله غيرت حياتي الحقيقه في سجن النساء، وبعد كده بقت المشروعات سينمائيه بشكل كبير، فانا مبسوط ويا رب اكون قدها. يعني عملت بعد سجن النساء قبل زحمه الصيف خان، وبعدين عملت ولاد رزق طارق العريان، يمكن هو اتعرض قبل زحمه الصيف بس ده ترتيب التصوير، وكملت مع كامله فيلم يوم للستات، وحاليا بصور فيلم يسري نصر الله والوجه الحسن. فيا رب ابقى قد الحكايه لان انا بحب السينما يعني ونفسي. ما شاء الله ده انت محظوظ، يعني كامله وخان ويسري يعني ده. الحمد لله، يا رب اكون بس قد المسؤوليه دي، واكون يعني دايما بطلع على قد ما اقدر في كل فيلم، وهي دي المتعه الحقيقيه انك دايما تروحي تجارب مختلفه مع مخرجين مختلفين، وخصوصا لما يبقوا مخرجين بالاسماء دي فانت بتبقي بتشتغلي ومسلمه لهم، مسلم يعني انا مسلم نفسي ليهم وانا مطمن. ملكة الجمال وصاحبة الجمال على الريد كاربت وصانعة الجمال على الريد كاربت، انت دايما تفاجئيني يا بوسي. دكتورة جيهان انت اللي بتصنعي الجمال، وكل الحلوين هنا بيعدوا على جيهان الاول بعدين يجوا يحلقوا. حبيبتي نورتي دبي اول شيء، ورا بيكي، ودلوقتي انا حسيت اني جيت دبي عشان شفتك. من ما شفتك سعيده اشوف البوسي، اشوف الاضواء والريد كاربت والاشياء الحلوه. الاحمر الحلو ده مجوهرات عدنان. ثانك يو. اكيد. يعني طبعا النهارده احساسك ايه بالريد كاربت؟ يمكن انت اكتر واحده بوليس على لا، هو الريد كاربت بالنسبه لي معاكي انت ومع المهرجان وفي دبي يعني الكثير، لانه انا استنى كل سنه عشان اشوف اصحابي الفنانين. طبعا اليوم معنا دكتور فراس حمدان زميلي في الامريكان اكاديمي، بس اعرفك عليه. كيفك مدام بوسي؟ نور معك. الله يخليك.
يعني قولي لي أهمية الاهتمام بجمال البشرة على الرضا. أكيد بريق البشرة. نصيحة سريعة. نصيحة سريعة إنه الاهتمام البسيط الزايد يكون الإنسان جاهز للريد كاربت ولحفلات مثل هذه. يعني طبعا جيهان احنا هنسيبك لانك لسه واصله ولازم تاخدي الاضواء بتاعتك، وهيكون ليا لقاء معاكي مطول نشوف الجمال لما يبدا من عند جيهان وينتهي هنا على الريت. احلى كلام، احلى كلام فعلا. ومنور معانا، الله يخليكي. ثانك يو. تستمتعوا بحفل مهم جدا وعرس جديد في دبي، مهرجان دائما عرس في دبي. ما زلنا معكم ومهرجان دبي، وما زلنا مع النجوم واحلى النجوم على ريد كاربت مهرجان دبي، الشياكه والاناقه لملكه الاناقه وداليا البحيري وهاني البحيري. يعني دايما بيسيب علامه مع داليا البحيري. لا بجد جميل وحلو عليكي قوي، ودايما متالقه، وانت يعني عاشقه للاناقه، وانت كمان يعني متهيألي الستات كلها بتحب الاناقه، حتى اللي قاعدين بيتفرجوا علينا في البيوت بيبقوا مستنين يشوفوا. هي الست عامة مخلوق بيحب الجمال والأناقة، فده طبيعي. يعني هو المهرجان دايما الناس بتستنى تشوف الريد كاربت والفساتين وإيه اللي هيبقى موجود، وبيهتموا قوي بالحاجات دي. اهتمامك بالريد كاربت، هل انت اللي اخترتي ولا بتسيبي هاني؟ خلاص حافظك وعارفك ومعروف داليا البحيري، يعني هاني البحيري. لا هو هاني الحقيقة بنفكر مع بعض، بيشوف لو عنده حاجة من الكولكشن تنفع يعمل لي زيها بيعمل لي، أو بنخترع حاجة مع بعض. هو عارف دماغي، عارف مثلا أنا السنة دي تخنانة شوية، لا السنة دي ممكن يعمل لي حاجة. فإحنا بنشتغل حسب أنا المود ونفسيتي عاملة إزاي وإيه الجديد، فبنفكر دايما إيه الجديد. هو عمل لي فستان تاني بس قررنا إن هو ده اللي يبقى النهارده. نفسيتك وردي وردي، الحمد لله. يا رب دايما وردة على طول. أنا عارفة إن أنت كمان عندك أوبريت مهم جدا للإمارات، كلمة شكر في العيد الوطني، كلميني عن المشاركة ديت مع مجموعة كبيرة من المطربين والفنانين. مش أول سنة بقدم، يعني بنيجي نحضر الأوبرات ده، ونقول لدولة الإمارات الشقيقة متشكرين وهادوا تحابوا. فإحنا جايين نقول شكرا لدولة الإمارات، قد إيه بينوا إن هم بيحبوا مصر وبيحبوا المصريين في الفترة العصيبة اللي عدت بيها مصر الأوقات اللي فاتت. فده أوبرات في مجموعة من المطربين المصريين، والسنة دي الجديدة إن من مسمينها البيت المتوحد، في أكتر من بلد عربي مشاركة برضو، فنانين من بلاد العربية، من الكويت والبحرين والسعودية والإمارات طبعا. فهيبقى إن شاء الله مختلف وأكبر من السنة اللي فاتت. بعد نجاح المسلسل الكوميدي حكايات زوجة مفروسة، سمعت ان في جزء تاني، خبر والله احنا هما بيكتبوا، وانا يعني مفروض ان احنا هنعمل جزء تاني، بس لو ما لحقوش كتابة يعني هسيبهم وادخل حاجة تانية بقى. ان شاء الله يخلص، لان الناس حبيتك وانت هننزل على جايزة ليك. حبيت جدا جدا. عملتيها بقلبك يعني زي ما تكوني كنت مفروسة. لا ما كل الستات المصريات اللي حواليا مفروسين، انا فيعني طبيعي. ان شاء الله نازلين على دير جيست واخده جايزه عن المسلسل، وان شاء الله يا رب نكون معاكي في البلاتو انت بتعملي جزء تاني. كل سنه وانت طيب يا هاني. وانت طيبه يا داليا يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. ميرسي على انا اخدت المايك من بوسي، ما اعرفش ليه.
لا تعملي انت معلقه. لا انا عايزاكي جنبي. ايدك الجميله. ابدا مش هيحصل. كانت مذيعه وكنت بشوفها متالقه وفي انها تقدم برامج وفي السينما وفي التلفزيون، متالقه في كل حاجه. جميله داليا. ميرسي. انا برحب بيكو النهارده. مش عايز تراجعيني. ايوه. وبعدين اولا برحب بالفنان المصمم المصري العالمي اللي رافع راسنا هاني البحيري. ميرسي اولا على الفستان. ميرسي. ذوقك يجنن بصراحه، يعني دايما كده رافع راسي في الريد كاربت في كل المهرجانات. بس هي داليا تستاهل كل حاجه حلوه. داليا كانت نجمه عروض ازياء لسنين طويله. كانت داليا ليها طله، يعني كنا بنعمل حاجه اسمها سالون دو لافام، الكلام ده مثلا من سنتين مثلا، مش من كام سنه، بس كان داليا البحيري تطلع على الستيج الناس كلها تقول لك ايه داليا طالعه، داليا داليا الحقوا داليا. فكانت ليها طله جميله حتى بحب قوي هاني بيتكلم عليا بيظبطني. حضرت لها عرض ازياء مع ماري لوي، كانت رائعه، كانت رائعه. متالقه. فالنهارده لما نعمل حاجه جميله داليا تستحقها طبعا بجداره. يعني اقول لك ايه الشياكه والحلاوه دي، برضو هاني متميز ببدله دايما. بحاول اتواجد بشكل صح يعني عشان ابقى جنب الجميلات بشكل لطيف. يعني اولا كل سنه وانت طيب يا هاني، واهلا بيك تاني في المهرجان. ايوه. وحديكم بوسي مجمعانا في كل المناسبات الحلوه، يعني في الديفلي كانت منورانا، في البرامج الحلوه معانا، في الجائزه فارس الجوده، في النهارده في دبي فيستيفال فيلم. انا بقول لها ميرسي ليها وميرسي لبرنامجها الجميل، ميرسي لداليا البحيري، ميرسي لدبي انها مجمعه اهل مصر. غير بوسي مفيش مهرجانات، مفيش احتفال. انتوا الفنانين، انتوا المهرجان. السنة دي هي السنة بتاعته، نجاحات كبيرة جدا، عمل حالة جميلة وحب كبير في قلوب المصريين بعمل مع شيرين وبرنامج على قنوات النهار، حقق نجاح كبير جدا استمتعنا بيه وما زلنا بنستمتع بيه. يعني نجح كإعلامي ونجح كفنان، وأنا بقول هي السنة بتاعته فاستثمرها بقى. الله يخليكي. يعني أولا شكرا كثير على هذا الكلام. بس انت دائما بتحكي معي كلام انا هيك يعني بنبسط فيه. انا كنت مؤمنه بيك من وانت في سوريا، وكنت دايما اقول لك انت لو جيت مصر هتنجح، وفعلا كل خطواتك في مصر بوجودكم ان شاء الله، وبوجود هكذا صناعه وهكذا فنانين وهكذا نجوم واصحابين قرار في صناعه الدراما، ان شاء الله يعني انا بكون عم بعمل شيء جيد ان شاء الله بمصر. حصلت جوائز كتير ولكن ما حضرتش تاخدها لانك كنت على الهواء للاسف. صح. هذا النهار حرميتك من القنوات الفضائيه. ما بايدي، عندي برنامج على الهواء بتعرفي انت. مش بتحس بزعل كده انك مش قادر تفرح بنجاحك السنه دي؟ يعني اكيد طبعا الواحد بتضايق، بس انا يعني ظرفي اني انا عندي برنامج على الهواء، يعني ما بقدر اني اجل، فصعب. ومثل ما بتعرفي بوسي، يعني ليلة التسليم الجائزة هي بنفس اليوم اللي عم نكون فيه لايف، فللأسف يعني بشكركم كتير وآسف اني ما رح كون موجود، بس ما قدرت كون موجود وظرفي، بعتذر يعني جدا. انا حكون هناك وانا اللي هقدم الجائزة وحبلغهم اعتذارك طبعاً. عشان هتكون على الهواء في قنوات النهار مهرجان دبي والمشاركة السورية العربية. كمان بس بدي اقول شغلة، بدي اقول انه انا بشكر كل الجمهور المصري اللي هو كانوا له دور كتير كبير بالتصويت حسب ما فهمت لدير جيست، جائزة دير جيست. اسف فعلا فعلا بوسي، عن جد يعني كتير زعلان اني ما رح اقدر اكون موجود بهذا اليوم، ولكن الجائزة كأني وصلتني وانا ما ببادلهم الا كل الحب وكل الاحترام. بحبكم جميعا. وعلى الهوا على قنوات النهار تقول انا دلوقتي ليا جايزه في دير جيست، ولكن الهواء منعني من الحضور. ان انت تستاهل. خلاص اعلنها بقلب جامد. بجد؟ طبعا. انت المسؤوله. انا المسؤوله. طيب. مساء الخير. يعني انا طبعا بيشرفني اني انا اكون احد المكرمين بجائزه في يعني في دير جيست، وللأسف لسوء حظي ما رح أقدر أكون موجود لارتباطي ببرنامج عرب كاستينج، وفي نفس الوقت اللي رح يكون فيه تسليم الجائزة والحفل اللي رح يكون موجود أنا في عندي لايف على الهواء، فبعتذر جدا. وبنفس الوقت بقول لكم شكرا كثير على ثقتكم وشكرا كثير على محبتكم، بتمنى لكم كل الخير أنتوا ولكل مصر.
شكرا شكرا شكرا. في انتظار نجاحات اخرى جديده في الفتره اللي جايه، ومره تانية بقول لك الف مبروك. الله يبارك فيكي بوسي، شكرا كتير، وشكرا دائما على كلامك اللطيف والحلو اللي هيك يعني بشد. نجاح ما بيحب الدعم، وانا بحب ادعم النجاح. ربي يخليكي. شكرا شكرا لذوقك. شكرا. زلنا معكم وريد كاربت جديد ودورة جديدة لمهرجان دبي، وأحلى النجوم ومن النجوم اللي بقدرهم وبحترمهم وبسعد جدا أني بشوفهم في المهرجانات صورة مشرفة لفنه، و يعني بكل احترام بيمثل السينما المصرية في كل مهرجان بشكل جميل، ومش بس النهاردة جاي كضيف بيمثل السينما المصرية، ولكن هو عامل أوبريت حلو جدا كنا معاه فيه السنة اللي فاتت وهنحضره السنة دي شكر للإمارات في العيد الوطني. هاني رمزي يعني بحييك وبقدرك وبقول لك كل مهرجان وانت كل سنة طيبة بوسي، وكل سنة وشعب الإمارات طيب، ويعني دايما بيبقى مهرجان دبي السينمائي مع العيد الوطني في الامارات، فبيبقى الاحتفال بيبقى زياده الخير خيرين زي ما بيقولوا كده. احنا كلنا جايين نفرح مع شعب الامارات، وهو فرحتهم فرحتنا زي ما كان ألمنا في يوم من الايام كانوا هم بيتألموا علشاننا. فالنهارده احنا جايين نقدم اوبريت باسم مصر برضو، اسمه البيت متوحد، وفي كل نجوم مصر تقريبا ما بين فنانين ممثلين وما بين مطربين، ويتعمل اوبريت كبير جدا ان شاء الله كمان يومين. والنهارده طبعا افتتاح المهرجان، وده من اهم مهرجانات العالم العربي يعني، واعتقد انه كمان يعني على مستوى العالم من حيث التنظيم ومن حيث المشاركه ومن حيث الافلام والندوات ولجان التحكيم والانتاج، وان هو بيدي فرص للشباب يخرج، عمل افلام للامارات وعمل افلام للسعوديه. لا، وكمان هو مش مجرد مهرجان بيحتفل بالسينما العالميه او العربيه فقط، لا هو ايضا اصبح النهارده مشارك وبيطلع وجوه جديده وبيعمل ورش سينمائيه، طلع مخرجين سينما بقى له دلوقتي كام سنه وفي افلام طلعت. الحق اتقال يعني ما هوش مجرد مهرجان عادي، لا ده كمان بيفرغ جيل جديد موجود وهيبقى موجود ان شاء الله السنين اللي جايه. فده اهميه المهرجان بصراحه من وجهه نظري انا، انه من اهم المهرجانات اللي موجوده في العالم يعني. يعني طبعا انت متابع جيد للمهرجان وكل سنه بتيجي، شايف التطور بتاعه ازاي؟ وانت يعني ممكن امتى نشوف بقى فيلم كده حلو وممكن تاخد دعم من هنا؟ هم بيدعموا الافلام، بيدعموا السينما، تعمل لنا فيلم حلو تشارك فيه. طبعا اتمنى، بس انا عايز اقول لك على حاجه، المهرجانات ما بتدورش على الفيلم الكوميدي، ودي مشكله على فكره، ده على مستوى العالم كله. لكن في مهرجانات للافلام الكوميدي بتتعمل خارج طبعا في عند الغرب، انا طلبت منك ده واحنا قاعدين هنا السنه اللي فاتت ان انت تعمل مهرجان للكوميديا، مهرجان الضحك. نفسنا. وتخيلي لو المهرجان ده اتعمل دلوقتي، احنا محتاجين لمهرجان في شرم الشيخ عشان ندعم السياحة، واحنا كنا مع بعض وطالبنا ده من المحافظ ومن وزير الثقافة، وهو رحب جدا وعايز خلوه مهرجان الضحك. يا ريت يبقى الضحك في شرم. يا ريت ده بجد، ده يبقى حدث هايل.